في 27/4 أمام الضربات المتتالية لحزب الله وافقت إسرائيل على إيقاف ضرب المدنيين في لبنان، فوافق حزب الله على إيقاف قصف المدنيين، والتفت الجماهير اللبنانية حول حزب الله وأيدته في استمراره بالمقاومة. كان هذا في 27/4/96، وجاء شهر 5 فقامت إسرائيل والمنظمة وأمريكا بعملية ضخمة جدا لمتابعة حماس والجهاد الإسلامي والمنظمات التي تمولها، وكانت حملة شعواء ضد العمل الجهادي. في هذه الفترة كان الرأي العام الأمريكي متحفز ضد حماس بالذات، وكانت أمريكا في تلك الفترة قد اعتقلت الدكتور موسى أبو مرزوق الأخ والحبيب والصديق العزيز، وكان من شرف لي أن أكون صاحب علاقة وثيقة به أثناء وجودنا في أمريكا، وكان يحمل الجنسية الأمريكية، وفي زيارته لأمريكا تم اعتقاله في مطار نيويورك وبلا تهمة محددة. ثم في 8/5/96 قام القاضي الأمريكي الاتحادي بإصدار قرار يسمح بتسليم أبو مرزوق ذو الجنسية الأمريكية إلى إسرائيل لأنه ينتمي لمؤامرة اسمها حماس. طبعا أبو مرزوق ينتمي لحماس لكن في الجناح السياسي لحماس، وحماس كانت قد نظمت نفسها على أنها جناحين، جناح سياسي وجناح عسكري اسمه كتائب الشهيد عز الدين القسام. كما أن الإيرلنديين الثوار قسموا أنفسهم إلى قسمين سياسي وعسكري، وكانت أمريكا وبريطانيا تتعامل مع الشق السياسي للإيرلنديين، لكن هنا لأنها حماس ولأنها فلسطين رفضوا حتى أن يتعاملوا مع الشق السياسي وأصدروا قرار بتسليمه لإسرائيل. فقام أبو مرزوق باستئناف هذا القرار، وظلت المسألة في المحاكم الأمريكية. في 19/5 قامت قوات إسرائيلية بمحاصرة مجموعة من حماس في وادي الخليل، وكانت معركة بين الطرفين، واستطاع المجاهدون أن يخترقوا الحصار بعد معركة ضخمة جدا، وبعد أن قتلوا 3 من الصهاينة وجرحوا 11، واستشهد في هذه العملية 2 من حماس. إذن حتى بالحصار العسكري ما استطاعوا عليهم. كل هذا أدى إلى هزيمة لحزب العمل الإسرائيلي في الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية، رغم كل الدعم العالمي الذي أعطي له، إلا أن الوضع الأمني تفجر على إسرائيل، وما استطاعت أن تضبط حزب الله ولا حماس ولا الجهاد الإسلامي. ففاز حزب الليكود بقيادة نتنياهو الذي وعد الإسرائيليين أنه هو الذي سيضبط الأمن في إسرائيل، وبدأت فعلا عمليات قمع شديدة للمجاهدين في فلسطين، وظل الصراع بين الطرفين. وبينما هذه الأحداث تجري، كانت عمليات ضخمة يجريها الصهاينة بعدة منظمات صهيونية لحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى. وفي 25/9/96 أعلنت إسرائيل افتتاح النفق الأخير تحت الجدار الغربي للأقصى، وجاء ممثلين رسميين للحكومة اليهودية لافتتاح هذا النفق، فكانت انتفاضة الغضب على هذا الافتتاح لأن فيه تهديد للمسجد الأقصى. هذه الأنفاق تجري تحت المسجد الأقصى، وأي زلزال خفيف ممكن أن يسقط المسجد الأقصى لكثرة الأنفاق الذي تحته. فثار الشعب الفلسطيني بثورة عظيمة وصادم اليهود مصادمات مباشرة، فصادمهم الصهاينة المتطرفين، فقتل في هذه العملية 62 من الفلسطينيين وجرح 1600. عملية ضخمة جدا، وظلت المصادمات بين الطرفين في هذه الانتفاضات وهذه الثورات، وظلت حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي يقودون العمل الجهادي ضد إسرائيل. بينما هذا يجري، كانت السلطة الفلسطينية تتوسع في الاعتقالات، حتى أنه في بداية عام 97
أعلنت منظمات حقوق الإنسان أن هناك 1600 معتقل فلسطيني في سجون السلطة الفلسطينية، من بينهم 700 بدون تهم وبدون محاكمات، ومات منهم أكثر من 20 تحت التعذيب. هذا هو العدل الفلسطيني، هذا هو العدل، عدل عرفات في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد. بينما في أمريكا اضطرت السلطات الأمريكية لإطلاق سراح موسى أبو مرزوق في شهر 5/97 بعد أن عجز القضاء الأمريكي عن إثبات التهمة عليه وعجزوا عن إدانته، لكن بعد أن ظل في السجن لحوالي 2، وخلال هذه الفترة كانت حماس قد اختارت الأخ خالد مشعل، وخالد مشعل كان عندنا في الكويت وقد تربيت معه في مسجد واحد في منطقة النجرة في أعوام 69 و70، وهو من خريجي الكويت حفظه الله تعالى، فاختاروه رئيسا للمكتب السياسي لحماس. فلما أطلق موسى أبو مرزوق رجع إلى المكتب السياسي كنائب لخالد مشعل الذي كان قد بدأ يدير الأمور في ذلك الوقت. في هذه الفترة كانت الدول العربية والشعوب الإسلامية متحمسة للانتفاضة ومتحمسة للعمليات الجهادية، وتبرعات كبيرة تأتي إلى فلسطين، طبعا كثير من التبرعات من السعودية ومن الكويت ومن دول الخليج بالذات، من الجهات الرسمية، من الحكومات ومن الشعب، وكانت هذه تذهب، بعضها يذهب إلى الشعب مباشرة، لكن التبرعات الرسمية كانت تذهب إلى السلطة الفلسطينية الرسمية. فاكتشف في شهر 5/97 على يد لجنة المراقبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، البرلمان الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، اكتشف سرقة 326 مليون دولار من ميزانية السلطة، والميزانية كلها 1500، فيكتشف 326 مليون مسروقة من ميزانية السلطة. فقام المجلس بحجب الثقة عن حكومة عرفات، وصرح محمد جهار وهو من كبار قادة فتح أن عرفات يحيط نفسه بشلة من اللصوص والمبتزين. هذا قرار من؟ قرار المجلس الوطني التابع لعرفات. فهكذا كانت الأوضاع، والفساد الإداري والمالي والخيانة العظمى التي تمارسها السلطة الفلسطينية تجاه قضية فلسطين. بينما الفلسطينيون مشغولون ببعضهم، للأسف كانت إسرائيل ترتب نفسها للقضاء على المجاهدين الفلسطينيين، وتجرأت حتى قامت في 25/9/97 قامت المخابرات الإسرائيلية الموساد بمحاولة اغتيال للبطل خالد مشعل رئيس حماس، رئيس المكتب السياسي لحماس، وجرت هذه العملية بكل جرأة في عمان في الأردن، ليست في فلسطين، جرت هذه المسألة، مما أشعل غضب الحكومة الأردنية. وكانت العملية برش نوع من الغاز السام على خالد مشعل فسقط ولم يمت، وكان في المستشفى الأردني. فاتصل الملك حسين بالحكومة اليهودية، إذا مات خالد مشعل سنقطع العلاقات مع إسرائيل، كيف تتجرؤون تعملون عملية على أرضنا وإذا لم تأتونا بالمضاد الحيوي لهذا الغاز السام؟ ومات خالد مشعل فهي نهاية العلاقة بين الأردن وإسرائيل. إسرائيل طبعا حريصة على بقاء العلاقات السلمية وتريد أن تكون عملية السلام تشمل كل المنطقة، ففورا أرسلت مجموعة من الضباط اليهود ومعهم فعلا المضاد الحيوي، وأعطي لخالد مشعل ونجا من الموت المحقق حفظه الله تعالى. وظلت الأردن في انزعاجها على هذا الذي حدث، وطالبت إسرائيل بإطلاق الشيخ أحمد ياسين كإثبات حسنية لعدم تكرار مثل هذه العمليات، وفعلا قامت إسرائيل بإطلاق الشيخ أحمد ياسين. هذا هو سر إطلاق الشيخ أحمد ياسين من السجن، بينما كان كما ذكرنا قد حكم عليه بالحكم المؤبد. ورب ضارة نافعة، وبرز خالد مشعل حفظه الله كبطل، وظلت وسائل الإعلام العربية والعالمية تلقاه وتحاوره، فأخذ يعبر عن وجهة النظر
الإسلامية للقضية الفلسطينية ووجهة نظر حماس بكل قوة، والتف الناس حول حماس التي ظلت صامدة بعد أن خارت السلطة الفلسطينية وخانت القضية الفلسطينية. كل هذا يجري واليهود يدنسون الأقصى، متطرف يهودي يقذف رأس خنزير ملفوف بآيات القرآن الكريم يقذفه على المسجد الأقصى. هكذا كان وضع اليهود بينما السلطة تحمي اليهود من الفلسطينيين. وجاء عام 98 وبدأت عمليات استشهادية جريئة جدا باستعمال تقنيات حديثة بالريموت، تفجيرات في إسرائيل ضد المستعمرين في الشمال، في القدس، في تل أبيب، في كل مكان. وبدأت إسرائيل تتزعزع أمام هذه الضربات وبدأت تلجأ إلى أمريكا. وفعلا تم في أمريكا في شهر 10/98 اتفاق وادي بلانتيشن الذي هو تنفيذ لاتفاق السلام الذي علقته إسرائيل بسبب عمليات الاستشهاد التي لم تستطع السلطة ضبطها. فرجعت الآن عملية السلام بعد توقف استمر حوالي سنتين، بدأت عملية السلام تنشط من جديد. وجاء عام 99 عملية السلام تنشط، حزب الله ينشط، والحركة الإسلامية في داخل فلسطين تنشط. ثلاث محاور رئيسية، ومحور رابع هو محور نشاط ضخم لليهود في محاولات لاقتحام المسجد الأقصى. وكشفت الشرطة اليهودية عدة مخططات صهيونية لنسف المسجد الأقصى. طبعا اليهود لا يريدون نسف المسجد الأقصى، السلطة لا تريد، لأن هذا سيفجر العالم الإسلامي، ولم يأن الأوان بالنسبة لهم بعد إلى هذا. هم يريدون الانتهاء من ضبط عملية السلام والقضاء على كل مقاومة ثم يفجر الأقصى لا مانع. أما أن يفجر الأقصى والعمل الجهادي موجود، فهذا سيزعزع عملية السلام ويدعم العمل الجهادي ويفجر العالم الإسلامي كله عليهم. ففي نيتهم تدمير المسجد الأقصى، لكن التوقيت غير مناسب بوجود العمل الجهادي. فعندما جاءت الانتخابات الإسرائيلية لم ينتخب الإسرائيليون نتنياهو، وانتخبوا باراك على أمل أن يأتي هذا القائد العسكري الصهيوني بوسيلة لإيقاف العمل الجهادي. هذا كان في 19/5/99، وفعلا بدأ باراك يتحرك على عدة محاور، ومن هذه المحاور محور الأردن الذي اتفق معها على أن تقوم بإغلاق مكاتب حركة حماس في الأردن. كانت حماس سياسيا مركزها الأردن، عسكريا تنطلق من داخل فلسطين، فكانت من الأردن تحرك الإعلام العالمي وتحرك الدعم العالمي والدعم المالي لحماس الداخل. فكانت ضربة لحماس على يد الأردن. ثم في الشهر 9/99 كانت مذكرة شرم الشيخ بين السلطة الفلسطينية واليهود لتنفيذ اتفاقيات السلام. الآن إسرائيل متحمسة لتطبيق اتفاقيات السلام حتى تتخلص من الضفة وغزة، لكن بشرط أن تقوم السلطة بضبط حماس والجهاد. هم لا يريدون أن يتخلوا عنها إلا إذا استطاع عرفات أن يضبطها، أما يتخلوا عنها وتكون الضفة والقطاع مركز لانطلاق حماس هم لا يريدون ذلك. فبدأ الضغط السياسي على حماس والضغط العسكري على حماس، ضغط سياسي بدأ بالأردن واستمر عندما قامت الأردن في شهر 11 بإبعاد قيادات حماس، خالد مشعل، موسى مرزوق، إبراهيم غوشة، محمد نزال، يطردون من الأردن وهم يحملون جنسية الأردن إلى قطر، بينما السلطة الفلسطينية في فسادها مستمرة، حيث قام 20 مفكر وشخصية فلسطينية من أنصار السلطة وهم تحت حكم السلطة بتوقيع وثيقة سميت وثيقة 20 تتهم السلطة بالفساد المالي والشللية وقمع الحريات. تحت هذا الضغط كانت حماس وكان الجهاد الإسلامي يعمل. ودخل عام 2000
وافتتحته حماس 4/1/2000 بتفجير دبابتين إسرائيليتين عن بعد. حتى الآن التفجيرات كانت باصات مطاعم إلى آخره. الآن وصل الأمر أن حماس تصل عندها التقنية بالريموت أن تفجر دبابتين. وفي نفس اليوم تقوم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي بعدة عمليات. فكان حصيلة هذه العمليات في 4/1/2000 مقتل 70 يهودي وجرح 750. وبدأت العمليات الجهادية تتوالى، والعمليات الاستشهادية على يد الاستشهاديين الأبطال تتوالى. هذا في فلسطين. أما حزب الله فلم يتوقف، ما في سلطة فوقه تمنعه من عمل جهادي. حماس والجهاد الإسلامي لو كان لهم الحرية في الانطلاق لفجروا فلسطين بالعمليات، لكن السلطة كانت هي التي تقمعهم وأبطالهم في السجون، سجون السلطة. أما حزب الله فكان يتحرك بكل حرية، وتحت ضربات حزب الله انسحب الجيش الإسرائيلي في شهر 5/2000 من جنوب لبنان بسبب الضربات المتوالية للمقاومة اللبنانية. بينما السلطة تقمع والأردن تبعد، كانت إسرائيل في شهر 5 تحتفل بقدوم المهاجر رقم 1,000,000 من روسيا. 1,000,000 مهاجر من روسيا.